تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجراءات تسليم المرحله الاولى من مشروع تطوير مدينه راس الحكمه مشددا على ان الحكومه ملتزمه بتنفيذ المرافق والبنيه الاساسيه. وتطرق الاجتماع الى موقف تسليم قطع الاراضي البديله للاسر المستحقه لتنفيذ السكن البديل بمنطقه شمس الحكمه بهدف العمل على سرعه تسليم 1500 اسره مستحقه لقطع الاراضي. هذا وتمت الاشاره في هذا الصدد الى انه تم حتى الان صرف ما يزيد على اربعه مليارات واربعمائه مليون جنيه تعويضات